بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي النهاردة نكمل الجزء اللي احنا اللي هو يعتبر كانت واقفة عند المنهج، واللي انا بعتبر جزء من الحاجات التراكمية اللي احنا بنعتمد عليها للسنة الجاية ان شاء الله في جريد 5. بنبتدي في جريد 4 درس ذا سيل، واحنا كنا اتفقنا في اول درس عندنا ان احنا خدنا ان البادي consists of group of systems، والسيستم consist of group of organs، والorgan consist of group of tissues، والtissue consist of similar cells. ده اللي احنا كنا درسناه في lesson 1 في digestive system. وكيمي consist of معناها بيكون من. في درسنا بنتكلم عن is a cell. The cell هي عبارة عن ايه؟ فالسيل بنعتبرها هي عبارة عن building unit of the body. building units معناها وحدة البناء. فلما اجي مثلا اتخيل ان اجي ابني عمارة، فانا محتاج قطع بنبنيها اللي بنسميها الطوب، اللي هي بتلتصق مع بعض بحاجة زي الاسمنت كده او مادة لاصقة. يعني احنا جسمنا بنفس الطريقة بالظبط، او جسم الكائنات عموما بيتكون من مجموعة من السيلز، واللي هي تعتبر البيلدينج يونت زي ما اتفقنا، وحدة البناء الأساسية. واتفقنا ان احنا عندنا نوعين من انواع السيلز حسب نوع الكائن، في بلانت سيل وفي انيمال سيل. في بلانت سيل هي تعتبر البيلدينج يونت اوف بلانتس، والانيمال سيل هي البيلدينج يونت اوف انيمال. امال فين الهيومن؟ الهيومن بنعتبر الهيومن عندنا هو عبارة عن تركيب يشبه الانيمال، لكن احنا مختلفين عنهم في ان ربنا ادانا منحة مختلفة اللي هي خلايا المخ، اللي هي موجودة بكميات كبيرة، فبتدينا حاجة اسمها التفكير والتركيز والعقل. فاحنا مختلفين عن الانيمالز بالمخ بتاعنا اللي هو التفكير، لكن نفس تركيب الانيمال سال. هنبدأ نتكلم عن بلانت بودي. جسم الانسان، جسم النبات بيتكون من ايه؟ فالبلانت بودي بيتكون من مجموعة من السيستمز، ومجموعة السيستم عندنا في عندنا السيستم عموما في عندنا جزئين في النبات، حاجة اسمها شوت سيستم وحاجة اسمها روت سيستم. الشوت سيستم اللي هو الجزء بتاع الصاج بتاع النبات، والروت سيستم هو الجزء بتاع الجدر اللي هو تحت الأرض. ده كده الشوت سيستم هو الجزء اللي فوق الأرض، والروت سيستم هو الجزء اللي تحت الأرض. السيستم بيكون مجموعة من الأورجنز، واعتبرنا إن الليف الورقة بتاعتنا اللي بتاعت النبات يعني هي عبارة عن الجزء اللي هو الأورجن كمثال لكفكرة اللي احنا بنتكلم عليها. الأورجن بيكون مجموعة من التيشوز أنسجة، والتيشو بيكون من مجموعة من السيميلار سيلز. نفس المبدأ اللي احنا خدناه في الأول خالص في شرح البادي، بيكون من سيستمز، والسيستم كونسيست اوف اورجانز، والاورجان كونسيست اوف تيشوز، والتيشو كونسيست اوف سيميلار سيلز. وده بينطبق على النبات. أخش على الأنيمال. فالأنيمال لما أجي أتكلم على الأنيمال بادي، الأنيمال بادي بيكون من مجموعة من السيستمز زي الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. الدايجستيف سيستم احنا كنا خدناه في ليسون 1 زي ما احنا شايفينه، بيكون مجموعة من الأورجانز، ومن ضمن الأورجانز عندنا كان مثلا الاستومك، كان من ضمنها السمول انتستين، الاسوفيجس. برجع تاني أكمل كلامنا، ألاقي عندنا إن السيستم خلاص اتفقنا إن السيستم كونسيست أوف بادي أوف أورجانز زي الاستومك، الأورجان كونسيست أوف تيشوز، التيشو كونسيست أوف سيميلار سيل. وده كده اللي احنا خدناه برضو في ليسون 1 بنفس الطريقة احنا بنراجع عليها. هنتكلم على البلانت سيل وانيمال سيلز، ان في بينهم حاجات تعتبر كومن، حاجات مشتركة، حاجات موجودة في الانيمال سيل بلانت سيل. هنبدأ بالحاجات اللي هي تعتبر كومن الاول، بعد كده ناخد حاجات اللي فيها ديفرنشيت ما بينهم. هنبدأ بأول حاجة ان all bodies all cells of سواء animal أو plants مشتركة في حاجات، من ضمنها رقم واحد النيوكلس. والنيوكلس بالنسبة لنا اللي هي تعتبر المركز بتاع الخلية. فالنيوكلس في حالة plant cell بيبقى ليها مكانه، في حالة animal cell مكانه. الانيمال سيل والبلانت سيل مشتركين في حاجة اسمها النيوكلس اللي هي المركز، واللي هي تعتبر انا بعتبرها زي المدير بتاع المكان. ما ينفعش حاجه تحصل الا باذنه. فاول حاجه بتعمل اورجنايز، اورجنايز معناها بتنظم.
البيولوجيكال اوبريشن انسايد السيل، بتنظم العمليات الحيويه اللي بتحصل في داخل الخليه، بتساعد على حاجه اسمها السيل ديفيجن. السيل ديفيجن دي حاجه مهمه جدا النبات بيعملها لما يحب يزود عدد السيلز، بحيث ان احنا بنكبر فبالتالي خلايا بتاع جسمنا بتزيد، هو المسؤول عن الموضوع ده النيوكلاس، فبتعمل حاجه اسمها سيل ديفيجن، ودي هنشرحها فيما بعد ان شاء الله. تاني حاجه بنقف عندها بعد النيوكلاس نمبر 2 السيتوبلازم، وده الفلويد الفال ذا سيل، ده السائل اللي موجود داخل الخليه واللي هي زي الميه كده اللي فيها all biological operation is act in it، ده المكان اللي بيحصل فيه التفاعلات والشغل بتاع السيل بحاله. نمبر 3 البلازما ميمبرين، والبلازما ميمبرين في حاله الانيمال سيل بيبقى هو ده الغشاء المحيط بالخليه اللي احنا شايفينه ده اللي هو بيحوط عليها. في حاله البلان سيل بيبقى موجود داخل جدار قبل، يعني في بعد منه حاجه اسمها سيل وولس هنشرحه، لكن بيبقى موجود داخله، بس هنا ممكن تكون الصوره مش واضحه في حته شويه، لكن في صوره بعد منها هتبقى اوضح. فالبلازما ميمبرين سراوند ذا سيل كنترول ذا سابستنس انترينج ان ذا سيل، بيتحكم في الحاجات اللي بتخش السيل اند ليفينج ات، اي حاجه بتخش وتطلع لازم تعدي على البلازما ميمبرين او بنسميها سيل ميمبرين، بنسميها سيل ميمبرين او بنسميها زي ما قلت لك بلازما ميمبرين. بلازما ميمبرين، وهنا هو موجود كمان في الانيمال سيل سيل ميمبرين، هي نفس المعنى سواء كلمه سيل ميمبرين او بلازما ميمبرين. انا كده خدت اللقطه ديت الصفحه ديت، اخش كده جبت لك لقطه جميله جدا جدا. في اللقطه ديت احنا عندنا مجموعه من انيمال سيلز كتيره جدا جدا، لما اجي امسك واحد فيهم اكبرها وابص عليها هتظهر ادي كده صور الانيمال سيلز، فيها اهم ثلاث محتويات نيوكلاس سيتوبلازم سيل ميمبرين، فيها كمان فاكيول، يعني ممكن اقول هنا كمان في حاجه اسمها فاكيول، والفاكيول ده جسم صغير بيتم تخزين مواد غذائيه جواه. اهم اربع حاجات موجودين في الانيمال سيل دي كده سامبل انيمال سيل. قفلنا الصوره دي كده، اخش بعد كده ابص على اللقطه بتاعه السيلز اوف بلانت، والسيلز اوف بلانت زي ما انت شايفها تحت الميكروسكوب باللقطه ديت سيلز كتيره، ابدا اتكلم عن واحده فيهم اخدها اكبرها يطلع لي مجموعه من الداتا اللي فيها. ففي حاجه اسمها سيل ميمبرين، اهي سيل ميمبرين اهي، دي لقطه اوضح شويه، حوالين منها حاجه اسمها سيل وول، ده الجدار بتاع الخليه اللي هو ده. النيوكلاس هي موجوده قدامنا، في هنا حاجة اسمها فاكيول أو يقال عليها أحيانا سب فاكيول على اعتبار إن حجمها بيبقى أكبر في بلانت سيل أكتر من أنيمال سيل. في عندنا حاجة اسمها كلوروبلاست، والكلوروبلاست دي كده تعتبر المادة الخضراء اللي في النبات اللي بتديله اللون الأخضر، وديت تعتبر مهمة جدا في عملية اسمها فوتوسينثيز، هنشرحها إن شاء الله فيما بعد في الدرس اللي بعد كده. في حاجات تانية إحنا مش محتاجينها دي كده خلاص مش موجودة عليك السنة دي. ارجع اخد اللقطه كده تاني كلها على بعض، ابص كده ادي كده الانيمال سيل، الانيمال سيل واضح انها كتيره جدا جدا جدا، وبناخد واحده بصينا عليها بشكل اوضح. بعد كده بلانت سيلز اهي موجوده قدامنا، وبلانت سيلز قدامنا نموذج ليها شرحنا. اخش بعد كده على الديفرنت شيب بتوين بلانت اند انيمال سيل، الحاجات المختلفة ما بين الاثنين. فالبلانت سيل بتتميز بان هي موجودة عندها حاجات ازيد من الانيمال سيل، عندها حاجة اسمها كلوروبلاست، والكلوروبلاست اللي هي جرين ماتر اللي هي ريسبونسبل فور ميكينج فود، تعمل الطعام عن طريق عملية اسمها عملية الفوتوسينثيز بروسيس، ودي هنشرحها ان شاء الله في الدرس بعد بالنهاية لعملية البناء الضوئي. تاني حاجة عندنا في النبات حاجة اسمها السيل وول، وده الجدار بتاع الخلية اللي انا وريتهولك من شوية في اللقطة اللي فاتت، اللي هي الجدار بتاع الخلية اللي هو ده اللي هو بيحوط على الخلية من الخارج، ومن داخله في عندي حاجة اسمها السيل ميمبرين اللي هي مشتركة ما بين الانيمال وبلانت سيل. ارجع تاني اكمل كلامي، السيل وول بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت البلانت اند جيف ات ديفنت شيب، بيديه شكلها وبتدعيم شكلها وبيحمايه ليها، بيحمي خليه النبات. اخر حاجه اللي هي تعتبر شبه مختلفه اللي هي السب فاكيول، والسب فاكيول ده المكان اللي بيتم تخزين فيه الاملاح في الميه اللي هو بيحب يشيلها.
ده كده الحاجات اللي هي تعتبر ديفر ما بين البلانت والانيمال سيل. لما اخش على الكومبارز ما بينهم، فالبلانت سيل بتتميز بان هي عندها سيل وول، لكن الانيمال ما عندوش. اذا كنت هتكلم على البلازما ميمبرين، فالبلازما ميمبرين موجودة في الحالتين. إذا كنت هتكلم على نيوكلاس موجودة في الحالتين. إذا كنت هتكلم على السيتوبلازم موجودة في الحالتين من السيلز، لكن الكلوروبلاست موجود في البلانت سيل لكن مختلف، مش موجود في الأنيمال سيل. من ضمن الكائنات اللي عندنا نتكلم عليها حاجة اسمها، من ضمن الليفي اورجانيزمز عندنا كائنات تعتبر يوني سيلر اورجانيزمز، كائنات جسمها عبارة عن خلية واحدة، واللي هي زي البكتيريا والبيست فانجس. البكتيريا دي موجودة في كل مكان حوالين مننا، كائنات ما تشوفش بالعين، تتشاف بالميكروسكوب. من ضمن الكلام اليست اللي هي الخميرة اللي احنا بنجيبها عشان نعمل بيها الكحك والكلام زي كده، هي مادة بيبقى فيها خلايا عندها القدرة على انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون او كربون دايكسايد، فبتساعد على ان الكحك او العيش يتنفخ فيبقى شكله طعمه احلى. في من ضمن الكائنات عندنا المالتي سيلر اورجانيزمز، الكائنات اللي جسمها عباره عن خلايا عديده، وديت زي انيمال او زي بلانت. لما اجي ابص على اليست سيلز بتلاقيها صغيره جدا طبعا، بس ده شكلها في المحتوى بتاعها. لما اجي ابص على خليه واحده بس واكبرها هيبقى شكلها بالشكل اللي قدامي ده، زي ما احنا واضح قدامنا بتفاصيلها. لما اجي اخش عليها بالتفاصيل اللي هي عليها بالظبط كمنهج، فانا عندي اليست فانجز شكلها فيها سيل وول او سيل ممبرين، فيها فاكيول، فيها سيتوبلازم، فيها نيوكلاس، فيها فود ستورج جرانيولز اللي هي بيتم فيها تخزين بعض المواد اللي هي بتحتاجها. تعتبر اليست من الكائنات اللي هي تعتبر يونيسيلر اورجانيزمز، بنستخدمها في صناعات كتيره جدا، فيها ايكونوميك امبورتنس مهمه جدا لليست فانجس، منها ميكينج بريد، منها لتصنيع الطعام، منها الكحول اندستري، صناعه الكحول، الكحول ده اللي احنا بنستخدمه في التطهير، تصنيع العيش، تصنيع الخبز، دي من اللي هو تصنيع الخبز مع تصنيع الكحول، دي من اهم استخدامات الليست فانجس. احنا كده انتهينا الموضوع معانا بتفاصيل بسيطة عن الدرس، ونبدأ ان شاء الله ننزل فيديو تاني نوضح فيه التفاصيل الباقية اللي هي عبارة عن مجموعة اسئلة عن الدرس بحيث نغطي الموقف.